السلام عليكم، مرحبا بكم بقناة مطبخ كامل. نتمنى ان شاء الله كاع راكم مليح في هذا الشهر الكريم. اليوم درت لكم طريقة الحريرة اللي هي بنينة وسهلة، خاصة المرأة العاملة يعني بالخف توجد له. نتمنى ان شاء الله تشوفوا الفيديو الاخير ودير الوقت ما نطولش عليكم باش نخليكم على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. هنا نحتاج طرف تاع اللحم هكذا، يعني على حسب الحاجة. هنايا عندي حبات الطماطيش طيبين نقيين مشلين مليح، وهنايا عندي حبه بصله، وعندي 4 حبات تاع البطاطا. هنا بحجبهم صغار، لكن عندكم بطاطا كبيره واسيب 2 حبات يكفي. هنايا كميه تاع الحميصه، وهنا بالنسبه للحشاوش عندي شويه حشيش والمعدنوس والكرفس، يعني كاع شويه شويه. هنا مغرفه صغيره تاع لا مارغرين ولا السمن شي اللي عندكم، مغرفه كبيره تاع كونسونطري طوماط، طوماطيش مصبره، والزيت نحتاج. بالنسبه للتوابل نحتاج فلفل كحل، العكري هنا درت العكري وشويه حار، الملح، راس الحانوت، شويه قزبر والعكرويه وسكر. هنا درت الماء يغلي كميه، يعني هنا ما نقليوش هاد الحريره، كلش بارد في بارد. ندير هكذا كميه صغيره تاع الزيت، حوالي 2 مغارف تاع الزيت، ونضيف هذيك لا مارغرين ولا السمن شي اللي تحبوا يمد لها مذاق الحريره، ونضيف هذيك كميه تاع اللحم هكذا. وبالنسبه لي يحب ياكل جامبو اللي يمدار ياكله ينجم يضيف مكعب جامبو. هنا نوسي ديك الطوماطيش كما راكم تشوفوا فيها منقيه، نوسي 3 حبات كبار. يسمى البطاطا والطوماطيش هما اللي يلبيو لي هاد الحريره. حبه بصله هكذا صحيحه لخاطر في الاخير نميكسيهم، ونضيف هذيك البطاطا. قلت لكم نتوما لو كان عندكم بطاطا كبيره واسي غير 2 حبات، نضيف على ديك الكوكوطه. وهنايا نوسي هذيك كميه تاع الحميصه والحشاوش، يعني كاع شويه شويه الحشيش مع الدنوس والكرفس. طوماطيش كونسونطري هنايا كنت عاودت ضفت لها شويه، جات لي كميه قليله عاودت ضفت لها. نوسي هنايا التوابل اللي نحتاج، فلفل كحل، العكري، الملح، راس الحانوت، شويه قزبر والكرويه والسكنجبير وشويه حار. نخلط هذاك الخليط تاعي مليح. هكذا خلطته مليح، نعاود نضيف الماء ونغلق الكوكوطه تاعي ونخليه يذيب حتى ديك الخضره تاعي تتلبى مليح. من الاحسن قلت لكم وسيوها في الكوكوطه. هنا بعد ما طابت لي الحريره حكمت بلاندر ولا الرحيوه تاع اللي كنا نرحيو بها بكري اللي عندكم، نحي هذيك البطاطا والطوماطيش وبصل، وحبه بصله هذيك صحيحه هكذا، نحاول نحيهم. ونواسي المارق معاه باش تميكسالي. وهنايا بعد ما ميكسيت هذيك الخضره كما راكم تشوفوا هذه اللي تبي لي الحريره، هنضيفها على هذيك الخليط. هنا بالنسبه للحريره تاعكم نتوما وما تحكموا، كاين يحب الحريره ثقيله وكاين يحبها خفيفه. نتوما اللي شفتوها ثقيله ضيفوا ما سخون ماشي ما بارد، هانتوما تحكموا في القوام تاع الحريره. هنا ضفت كميه صغيره تاع فيرميزان، شللته باش ما يقعدش معجن هكذا، شللته مليح وضفت على ديك الحريره تاعي. وهنا عاودت ضفت شويه كرويه في الاخير. نخلط الحريره تاعي مليح ونخليها تغلى غير واحد 8 دقائق وتكون جاهزه معايا. نتوما تحكموا على القوام تاع الحريره هكذا، انا نحبها شويه تجي خفيفه ماشي ثقيله. والحريره تاعي بعد ما جهزت لي كما راكم تشوفوا فيها هكذا، نسقيها قدامكم باش تشوفوها كيفاش تجي هكذا. نتوما لو حبيتوها ثقيله ما تزيدولهاش الماء، وصدقوني تجي بنينه وريحته ما شاء الله، يعني وطريقه سهله بالخف تندار بالخف طيب. راني نسقيها راكم تشوفوا فيها نمسح الطبسي تاعي. دايما كي نقدموا الماكله تاعنا ما نخليوش لي بوغمون سخين، نقدمها بالقارص
نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، ولا عجبكم عليكم غادي تمسحوا الجيم وشاركوا في القناه ليا وصلكم كل جديد. وخليتكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. صحه فطوركم وصحه سحوركم.